صباح الفل، صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده رجعت من بره، لقيت، فاكرين الجواب اللي انا كنت وريته لكم الكبير ده؟ الرد اللي انا رديته في جواب صغير زي ده، النهارده جالي الرد. لما مسكت الرد عرفت قد ايه انت بتتعامل مع ناس محترمين، ناس بتقدرك. كونهم ان هم يبعتوا لك الرد سواء ان هم موافقين او رافضين، ده في حد ذاته عندي انا يسوى كتير جدا. هو عموما بالقبول مش بالرفض. حددوا معايا ميعاد عشان اروح اعمل انترفيو معاهم. فالمهم قبل ما اجي على البيت وكالعاده ومحدش يتخانق معايا صراحه، لقيت تيشيرت دون اشتريته، مش غالي، 7 اورو بس، عجبني خامته وعجبني شكل التيشيرت جديد. المهم جبته وخلاص. ممكن حد يتخانق معايا زي ما في ناس كتير قوي هنا بتتخانق معايا بسبب ان انا كل لما اشوف حاجه جديده اشتريها. الموضوع ده عندي من يمكن وانا في مصر، كنت برضو اول ما الاقي حاجه تنزل جديده اروح رايح جري وشاريها في اوكرانيا شرحه، وهنا فهو ده طبع منيل ب 60 نيله، فلوسك كلها رايحه على اللبس. وده مش موضوعنا. موضوعنا، لا انا هخش في موضوعنا قبل ما حضرتك تعمل اللايك المتين، قبل ما تقول تعليقك المهذب المحترم الجميل، قبل ما تشترك في القناة لو بتشوفني لأول مرة. النهاردة أنا عاوز، بصوا، مش عاوز أقعد أديكم في نصايح باستمرار عشان أنت يعني ما تقولش إن القناة بتاعتي دي قناة للنصايح بس أو مخصصة للتنمية البشرية، مش عارف أنا عاوز أسميها صراحة. يعني أقول لكم إيه؟ كبر دماغك. المهم عاوزين برضو يبقى فيه تنوع، لان انا قناتي متنوعة. متنوعة ايه؟ بحكي لك عن قوانين البلد اللي انا موجود فيها، وفي نفس الوقت بفرجك على البلد اللي انا موجود فيها. يعني انا قاعد طبعا قدام البيت، وبصراحة البارك تحفة. طبعا بارك اللي هو بتاع الاطفال اللي هو تندر بارك ده، حديقة الاطفال، وكتير قوي موجودة هذه الحديقة في المنطقة، كتيرة مش في المنطقة بس، لا في كل المانيا، حتى كانت في اوكرانيا نفس القصة ونفس الموضوع. الراجل اللي عدى من ورايا ده، تخيلوا يا جماعه ان الراجل ده ساكن في العماره دي في الدور معرفش السابع ولا الكامل، المهم ما علينا. الراجل ده والله العظيم زي ما بكلمكم كده ينزل في الحديقه ينظفها، يكنس الحديقه احيانا، ومش شغله، مش شغله، هو ما بيشتغلش في تنظيف ولا بيشتغل في البلديه ولا بيشتغل ولا بياخد حتى مرتب ما اعتقدش من الالمان، ولكن الراجل ده استمرار دايما الاقيه بينظف الحديقه. شوف الناس جمال قد ايه. وبمناسبة تنظيف الحديقة بتاعت الراجل ده، خلينا نتكلم على ان انت تنظف الحي بتاعك او تنظف المنطقة بتاعتك. يا عم خالد ده احنا عندنا مش عارف الزبالة، ده احنا كذا، كل واحد يقول عن بلده، والناس ما بتخدمش بعض، والناس بقت اخلاقهم، لسه كنت بتكلم مع حد معرفة يعني، فقال لي الناس ما بقتش اخلاقها زي الاول. فالناس ما بقتش اخلاقها زي الاول، الناس كذا، الناس مش عارف ايه، اهم حاجة مصلحتهم بسبب الضيقة، بسبب الغلو، بسبب المشاكل العائليه، بسبب اي حاجه، ولكن الناس ما بقتش زي الاول في دولنا العربيه جميعا، حتى الاخلاقيات ما بقتش زي الاول. المهم كل ده هنتكلم فيه واحنا بندردش مع بعض، بدردش معاكم لوجه الله. ولو لقيت جارك هو ما بيعملش، اعمل انت. صدقني والله لو انت اعتمدت على ان جارك يعمل، الكسول ده اللي هو نقول عند البعض ما عندوش اخلاق، لانه لو انسان نظيف مش هيوسخ المنطقه اللي حواليه، انت خليك احسن منه، خليك انضف منه، وانت اعمل، انت بتعمل لنفسك انت ولاولادك، لان كثره اللي هي الزبائن حشاكم او القمامه حشاكم، الحاجات دي بتعمل دبان زياده عن اللزوم، بتعمل امراض في بعض الاحيان. ممكن طفل يمد ايده في حاجه زي كده ياكل منها، ده طفل ما يعرفش، فتبص تلاقي انت دخلت في موال ابن 60 في 70، ممكن ياثر عليه مدى الحياه اي فيروس من الفيروسات اللي احنا عارفينها دي. فانت يا حبيب القلب، قي اهلك، قي نفسك ان انت تنظف حوالين بيتك. لو معاك الامكانيات ان انت تحط قصريه زرع، حط، مش خساره في بيتك وفي نظرك وفي اولادك اللي هم بيعدوا على هذا المكان، فبيشوفوا حاجه جميله على قد الامكانيات المحدوده بالنسبه لنا. يلا افرجكم واحنا بنتمشى نكمل. الراجل عامل زي النحله لسه داخل في الشارع من هنا، العماير اهي شايف ماشي، ودي الحديقه اللي هي في ظهر البيت عندي، والمنظر زي ما انت شايف في منتهى النظافة. الراجل كان بيشيل أغصان، ما كانش بيشيل ورق أو بيشيل أكياس زبالة أو بيشيل كذا أو بيشيل كذا، لا ده كان بيشيل الأغصان الكبيرة دي، لربما ممكن يكون هتوسخ المكان
او ربما ان هي تعوق حد، طفل مثلا بيلعب في الحديقه ولا حاجه فيقع على وشه ويجرى له حاجه، الله اعلم في نفس هذا الرجل، ولكن القصه كلها هي نظافه. نرجع بقى لموضوع الجيران في ديواننا العربيه. حبيب القلب زمان وانا صغير، يمكن في ناس كتيره قوي عصرت الموضوع دون، اني لما كنا بنعمل اكله حلوه فكانت والدتي الله يرحمها تقول لي روح يا خالد او حد من اخواتي روح ودي لطنط فلانه اللي هي جارتنا ناكلها من الاكله بتاعتنا. مش معنى ان احنا بناكلها من اكله بتاعتنا فاحنا كده يعني اغنى منها او كذا او كذا، لا لا لا، هي موضوع شوف خلينا نقول عليها تهاد وتحابه. فالناس دول لما كانوا بيعملوا الاكل ما كانوش بيرجعوا الطبق فاضي. دي الاخلاق اللي احنا اتربينا عليها في ديواننا العربيه او في مصر. كانت الناس بتحب بعضها، الجيران نفسهم كانوا قلبهم على قلب بعض. لو انت عندك لا قدر الله حاله وفاه تلاقي الجيران واقفه معاك، لو انت لا قدر الله عندك مريض تلاقي الجميع بيجي يزورك وبيجيب معاه هديه. الهديه دي بتبقى بسيطه جدا، مش في قيمتها، هي في معناها. انت بقى يا حبيب القلب في هذا العصر وهذا التوقيت لو لقيت جيرانك مأنتخين ومتنبلين ومكبرين دماغهم، اعمل انت باصلك وخليك انت احسن منهم. لان والله لو اعتمدت على الناس ان هي تعمل او تجري او تمشي او تتحرك، صدقني والله ما حدش هيتحرك. فتحرك انت وصدقني انت لما بتعمل كده جيرانك هيتكسفوا منك ويخجلوا من نفسهم، ازاي انت بتعمل كده وهم ما بيعملوش؟ على الاقل ممكن يبعت لك ابنه يساعدك، يشكر كتر خيره وهو في الشغل بتاعه مش فاضي بيجري على لقمه عيشه عشان اولاده، فبعت لك ابنه يساعدك ودي حاجه كويسه برضه تتحسب له. يعني الناس هتخجل منك، لكن ان انت تسيب وده يسيب واللي جنبه يسيب وكله يسيبها كده، صدقني والله هتلاقيها مزبله، عايش في قبر. لانك انت بتبقى بيتك نظيف جدا وبيتك منظم جدا وبيتك انت صارف عليه من ديكور ونظافه واكل وشرب الى ما نقعد نحكي للصبح زي ما بيقولوا او الى ما لا نهايه يعني. فتبص تلاقي بيتك بهذا الشكل الجميل الممتاز، وبره بيتك مش هقول لك طبعا ومستحيل اقول لك ان هو يبقى بهذا الشكل وهذا الجمال. الناس هنا بتحب الورد اللي انا بقول لك عليه، شايف مجموعه الورد اللي هناك دي؟ شايفها اهي بالظبط كده، مجموعه الورد دي الناس زارعينها اللي هم ساكنين في العماره دي. حد من الجيران عمل الكلام ده عشان يسر نظره، لكن ده الحكومه هي اللي عاملاه. لكن الحاجات اللي هي البسيطه بتاعت الزهور دي بيبقى اشخاص عاملينها. بص حبيبي في كل حته تلاقي نظافه وتلاقي تنسيق وتلاقي البلد مصروف عليها. شاف الشجره دي المقطوعه دي؟ اوعى تحط في دماغك ان شخص جه راح جايب منشار او بلطه وراح قاصص هذه الشجره اللي هي تقريبا كانت في حجم هذه الشجره. لا لا يجرؤ انسان هنا ان هو يقطع شجره، ده تخصص اللي هم البلديه. لو قطعت شجره بدون اذن او عديت على شجره في الشارع او في بيتك او هنا او هنا، صدقني والله هتاخد غرامه بنت 60 في 70 وهيحصل لك كوارث بسبب هذه الشجره. فانصحك ان انت ما تجيش ناحيه الشجره كانها مش موجوده. وللعلم لو قدام محلك شجره زي دي، صدقني والله انت بتقول ان دي بتعوق عني الرؤيه او بتعوق الناس ان هم يشوفوا المحل بتاعي. انت غلطان، لان الظاهره دي في بعض الدول العربيه واحد يكون مأجر محل قدامه شجره جميله قدام المحل بتاعه فيروح قاصصها عشان الواجهه بتاعته تظهر. لا يا حبيب القلب، الناس هنا ما بتعتمدش على ان هم يلفوا في الشوارع يدوروا على محل كذا، لا، الناس هنا بتخش على الانترنت وبتعرف ان في محل في الحته الفلانيه بيعمل كذا وهم محتاجين الكذا دون، فبيروحوا عليه ما بيهتموش لا بشجره ولا بعربيه ولا ببتنجان. فهمت يا حبي؟ يعني ده اللي انا حبيت اقوله لكم النهارده بمناسبه التيشيرت ومناسبه رد الشركه عليا، والحمد لله رب العالمين، ربنا هيوفق الجميع. اتمنى الفيديو يكون عجبك، اتمنى ان انت تكون استفدت شيء من المنظر او من كلامي. يعني اتمنى ليك كل خير يا اخي يلي بتتفرج عليا. صباحكم جميل، صباحكم عسل. ما تنساش تعمل اللايك، ما تنساش تقول تعليق، ما تنساش لو بتشوفني لاول مره تشترك في القناه. صباحكم جميل، صباحكم رزق، صباحكم خير، اشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.